بينضم إلينا دكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي. مساء الخير يا دكتور، وكلمنا عن جهود الدولة في ملف التحول الرقمي. مساء الخير أستاذة ريهام، ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام. حقيقة زي ما حضرتك تفضلتي كده في التقرير، مصر بتشتغل في كذا محور في موضوع التحول الرقمي زي البنية التحتية والمعلوماتية، ودي مهمة جدا إن حضرتك مع تزايد الضغط على الخدمات الحكومية المقدمة عن طريق شبكة الإنترنت، أكيد هنبقى محتاجين طرق أسرع للتواصل مع المنصات الحكومية، وخصوصاً منصة مصر الرقمية حقيقة بتتطور تطور كبير جداً. إحنا بقى دلوقتي عليها حوالي 6 مليون مشترك عملوا 27 مليون معاملة، فده بيقول إن الناس بدأت تتعود على هذه النوعية من الخدمات، إنها بتوفر وقت وبتوفر جهد وبتوفر مال، وحقيقة هي طريقة بسيطة جداً عشان أحصل على الخدمة، والخدمة دي توصل لغاية أي مكان، إذا كان لبيتي أو مكتبي أو أي مكان أنا محتاجه، وبالتالي بنغير الثقافة حقيقة في التعامل مع الخدمات الحكومية، وبنغير ثقافة الاستخدام الجيد للإنترنت علشان بنصل إلى معدلات أحسن من الخدمات اللي بتتقدم للمواطن أو لقطاعات الأعمال المختلفة. ويمكن حضرتك يعني ذكرتي حتى قرى حياة كريمة هيوصل لها شبكات الألياف الضوئية، النهاردة المباني الحكومية بتتصل مع بعضها علشان يبقى عن طريق برضو الألياف الضوئية علشان يبقى في تبادل للملفات والمعلومات بين الجهات والأخرى، وبالتالي ده هينعكس على نوعية وجودة الخدمة. وحقيقة كل ما استهلكنا التكنولوجيا أكتر كل ما كان بنزود تنافسية الدولة ككل، حقيقة إن إحنا دي آلية من آليات القرن 21، ودي بتنعكس علينا في كل المؤشرات الخاصة بالتنافسية العالمية. حقيقة إن أصبح مكون تكنولوجيا المعلومات شيء أساسي، ونظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات أيضا بتتحط في الاعتبار، وكمان وجود الخدمات الغير نمطية عن طريق شبكات الإنترنت لجميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، هي كل الكلام دوت بيأثر بدون شك على تنافسية الدولة، إن وده المطلوب حقيقة في ظل التنافسية العالمية الكبيرة جدا، وفي ظل إن إحنا قائمين على مفهوم الاقتصاد الرقمي اللي النهاردة بيمثل يمكن 15% من الاقتصاد العالمي نحو رقمنة الخدمات ورقمنة وسائل ما يطلق عليها شبكات الإمداد وسلاسل الإمداد. فطبعا كل الكلام ده احنا محتاجينه بصورة كبيرة جدا، وبدون بنية معلوماتية حقيقة ده حجر الأساس عشان نقدر نصل إلى مستويات خدمة جيدة حقيقة. طب يعني إيه توسع في خدمات الحوسبة السحابية؟ تمام يا فندم. هو النهاردة حضرتك الحوسبة السحابية يعني أنا بعمل كل التخزين وكل العمليات الخاصة بالخدمات في مراكز بيانات عملاقة موجودة، ومصر أنشأت كذا مركز بيانات عملاق حقيقة، والدولة المصرية شايفة المهمة جدا أنها تكون نمتلك هذه النوعية من مراكز البيانات، علشان دي بتوفر وقت وبتوفر جهد وبتوفر كمان أموال كتيرة جدا، غير أن أنا أعمل طريقة المعاملات دي بطريقة لا مركزية، لا هي الحاجات دي بتتم عن طريق مراكز البيانات العملاقة، وأنا بتصل بيها من خلال تليفوني المحمول أو من خلال الكمبيوتر الخاص بيا، بحيث أن أنا لما أجي أخد الخدمة مش محتاج أن أنا أروح للمكان القريب مني عشان أخد منه الخدمة، لا أنا أي مكان على مدار الساعة أقدر أعمل هذا الموضوع. فالكلاود كومبيوتنج هي بقى من الأساسيات الكبيرة جدا، وإحنا ممكن نلعب فيها كمان جزء كبير جدا لاستضافة حتى مراكز البيانات العالمية في مصر نتيجة موقع مصر الجغرافي المميز، ووجود شبكات كبيرة جدا من الألياف الضوئية اللي بتمر تحت قناة السويس القوام البحرية، إحنا بيمر عندنا حجم كبير جدا من القوام البحرية اللي بتربط الشرق بالغرب، فهي صناعة حقيقة كبيرة جدا تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وده برضو جزء هام جدا من موضوع التحول الرقمي، ان انا ما اقدرش اعمل الخدمات بتاعتي او اقدمها عن طريق الكمبيوترات او الخوادم الخاصة بكل جهة، لا هي كل الحاجات دي بتتم بطريقة مركزية عشان قواعد البيانات تشوف بعضها، علشان يحصل تبادل من الخدمات مع الجهات وبعضها،
فحقيقة هي يعني مكون مهم جدا في موضوع التحول الرقمي حقيقة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، شكرا لك.